السلام عليكم. في هذا الدرس راح ناخد البروجريس بار، والبروجريس بار هو عبارة عن شريط تحميل. طبعا لو انا جيت اعمل تران مثلا هنا، لو شايفين هنا حنظهر في عندي هنا شريط تحميل، شايفين هذا الشريط التحميل، هذا اسمه البروجريس بار. تمام، هذا هو نفسه البروجريس بار. طبعا كيف انا ممكن اعمله؟ في عندي كلاس في الجافا اف اكس اسمه بروجريس بار، فنيجي نعمل منه اوبجكت بروجريس. تمام، progress bar هاي بالشكل هذا اسمه progress bar، موجود في scene dot control. طيب بسميه bb ويساوي new progress bar. اوكي، طيب هلا البروجريس بار في عندي كونستراكتور اثنين، الكونستراكتور الاول بياخذ فاضي، والكونستراكتور الثاني بياخذ دبل اللي هو القيمه اللي حيقف عندها. طبعا هي حتكون قيمة يعني زي ما هو بيمشي التحميل، التحميل عاد هو من صفر لإيش؟ لواحد، لا لأقل من واحد، لصفر بوينت تسعة تسعة. تمام؟ طيب أنت ممكن تختار بدك إياه، يعني ممكن نختار هاي. تمام؟ نختار هاي، هنا نكتب بس بروجريس بار ونختار المستقبل الفاضي. هلا بعد ما أنشأته حاضي أضيفه وين؟ أضيفه على البين عشان يظهر، باجي بقول له بي دوت جيت تشيلدرن. طبعا هذا كله أخذناه في اللي أوت دوت إند. بدف مين؟ البي بي. تمام، هلا لو انا جيت اعمل ران حلاقي انه ظهر عندي البروجريس بار وصار يحمل. تمام، شايفين كيف؟ هذا هو البروجريس بار. تمام، بالشكل هذا. طيب لكن هو شايفين انه هو ايش بضل يروح ويجي. طب انا كيف بدي، لو بدي اثبته مثلا هنا بدي له قيمة. تمام، طيب مثلا هنا ايش القيمة؟ ممكن احط هاي القيمة او باجي بقول له بي بي دوت سيت بروجريس، عدل لي قيمة البروجريس، باجي بحط له 0.5 يعني ايش؟ بكون 50%. تمام، باجي بعمل ران ونيجي نشوف وين حيقف في المنتصف. تمام، بالشكل هذا. هنا ايش؟ اي 0.5. طبعا انت ممكن تعمله يمشي تلقائي او ممكن تعمله عن طريق الزراعة. نعمل له ستارت، كل ضغطة ستارت بزود لي مثلا 10 او بزود لي 5. تمام، طيب نيجي هنا بس نعرف ان نقول له بوتون، نعرف بوتون في الجافا اف اكس سميه مثلا ستارت ويساوي نيو بوتون. اوكي، راح نسميه ستارت، وباش بعمل هنا بقول له الستارت دوت اعمل لي اياه سيت لي اوت اكس، يعني ودي لي على الاكس، او مثلا بقول له سيت لي اوت واي مسافة مثلا 50، هنا باش بقول له سيت لي اوت واي. اوكي تمام، بعد كده باش بقول له اللي هي البي دوت جيت تشيلدرن دوت اد لمين بدك تضيف اللي هي الستارت. تمام، طيب حاجة اعمل كمان بوتون، بس ايش حيكون؟ كانسل، بقول له كانسل ويساوي نيو بوتون، وهنا ادي له كانسل. حاجة اقول له الكانسل دوت سيت لي اوت اكس، خلي لي اياه بمسافة 100 واللي اوت واي خلي لي مسافة 50. وبعد كده باجي بقول له اللي هي البي دوت جيت تشيلدرن دوت اد لمين للكونسل. تمام، طيب لو جينا نشوف هنا ونعمل اللي هي الران ونشوف ايش حيطلع معنا الشكل. زي ما شايفين هي عندي هنا، انا كل ما ادعس على ستارت بدي ايش؟ يمشي لي ايش؟ اكمل خطوة. تمام، يمشي لي 10 خطوات يعني 5 خطوات والى اخره. تمام، طيب بس هنا نيجي نقول له 100 كتير عليها، خلي لي تكون 50. طيب هلا انا ايش بدي اعمل ستارت؟ بدي اكبر مثلا اللي هو الشريط تبعه، خليه مثلا ايش كبير. تمام، باجي بقول له ستارت اللي هو البروجريس البي بي، باجي بقول له البي بي دوت سيت بريث فيت هنا او بريث بريث ويدث، باجي بقول له عمل يا 300. تمام، يعني كبرته الويدث تبعه ل 300. تمام، زي ما شايفين هاي التكبير تبعه جميل جدا. هنا بس خليها 30، وهنا بنخليها الواي 30. طيب هلا كيف انا بدي اعمل اكشن؟ زي ما حكينا انه اسم البوتون ستارت دوت سيت اون اكشن. تمام، في عندي طريقة تانية انه انا اعمل اكشن، بس بكتب ايفنت. تمام، وبحط علامة اللي هي الداش، وبحط السهم، وباجي بفتح قوسين. تمام،
هذه بنسميها طريقة اللندا، تمام؟ طيب هنا بكتب الأكواد اللي أنا بدي إياها، مثلا بقول له أنا كل ما بدي تدعس على زر تزود لقيمة اللي هي البروجريس 10، طبعا هنا نخليها مثلا 0، تمام؟ هنا مثلا نحط قيمة 0، يعني تكون فاضية بالشكل هذا. لو جينا نيجي هان حلاقي إيش؟ فاضي. أوكي طيب هنا إيش وظيفة اللي هي الستارت؟ باجي بقول له عندك أنت هنا إيش؟ بدي أكون ما تدعس عليه إيش تعمل لي؟ تزود لي 10. بس بقول له البي بي دوت سيت بوجس، سيت بوجس ايش بتحط فيها؟ بقول له هات للقيمة الموجودة فيك، تمام؟ يعني بقول له البي بي دوت جيت بوجس، هات لي القيمة وضيف لي عليها مقدار مثلا 0.1، يعني كل ضغطة بتضيف عليها 0.1. طيب وقت ايش بده يقفل او يتعطل الموتور؟ بس بقول له اف اذا كان البي بي دوت جيت بروجريس، تمام، كان اكبر من او يساوي 0.9، تمام، ايش تعمل لي؟ اعمل لي للبوتون هذا ستارت، قول له دوت سيت ديسيبل ديسيبل او سيت ديسيبل، خليه ايش 2، تمام، انه ايش عطل لي اياه. طيب وخلي الكونسول، اجيت الكونسول ايش نخليه؟ نخليه 2 انه هو ايش مش معطل، تمام. بس بقول له كونسول دوت سيت ديسيبل، بس بقول له هنا 2 حاجه، اقول له انا اعمل لي اون، تمام. هاي كل ما دعس انا ستارت ايش بعمل لي؟ تمام، شايفين تعطل، بس لكن لما بدي يتعطل هاي بدي يطلع لي مسج وبدي هاي يتفعل. اوكي تمام، هاجي اعمل كمان اكشن، بس بقول له هنا cancel dot set on action، بقول له event وافتح له علامة الباكتس. حاجة أقول له أنا ما دعس cancel، بدي تكون الكانسل الكانسل هاي لما دعس عليها بدي إياها الستارت، الستارت بدي إياها set disable وتقول لي false، تمام. طيب وش كمان بدي تكون البروجريس البي بي دوت سيت بدي تكون قيمتها 0، بي بي دوت سيت بروجريس بدي تكون 0، تمام. طيب وش كمان بدي؟ كمان بدي الكانسل دوت سيت ديسيبل تعمل ليها 2 انه خلص عطل لي اياها. طيب نيجي هنا بس نعمل ستار ان الكانسل دوت سيت ديسيبل، خلي ايش فولس، ونجي نعمل له عن. كل ما اضغط انا هنا، تمام، ايش حيجيب لي؟ اعمل لي ايش؟ خلص لي اياه، شايفين ايه؟ اتفعل الكانسل وتعطل الستارت. لو دعست كانسل حاجي ايش عمل لي اياه من اول وجديد، تمام. انا ممكن نعمل فيها افكار كتير، ممكن تعمل كمان اللوجن خليه يحمل تلقائيا لحاله، تمام، وبعد مدة زمنية معينة تلاقيه يفتح لك ايش البرنامج. طبعا هذا هو بالنسبة للبروجريس بار. ان شاء الله الدرس القادم راح ناخذ النوع الثاني من البروجريس بار، ونشوف الدرس القادم، والسلام عليكم.